ضغطوا عليه الخليجيين علشان يزيح الاخوان. يا سلام يا سلام، ويجي واحد يقول لك ايه مش عارف ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ لا، لان هو ده المطلوب، مطلوب صهيونيا والمطلوب عربيا، انه ما يبقاش في قوه شعبيه، الناس ما تصوتش وتعمل صوت وانتخابات. الصندوق هو صندوق القبر بس، ما فيش صندوق انتخابات في العالم العربي، غير مسموح. وهذا الكلام يسري على الدول التابعه لامريكا او الدول التابعه لفرنسا في المغرب العربي، مش مسموح الا فيما نذر حتى لا اظلم الناس كلها. صوت وانتخابات يجي ناس واسلاميين يا اخي لا، انما اوروبا يجي ناس يمينيين يا اخي اه، بيكرهوا الاسلام اه، بيشتموا في النبي عليه الصلاه والسلام اه، مش عاجبهم القران اه، حريه راي يا اخي. يطلع عندنا حد اسلامي يقول قال الله وقال رسول، يبقى تخلف ورجعيه. كيري بيقول لك انه خوفنا انه يقتلوا الرئيس، هكذا عصابه. ومع ذلك اوباما لم يصف ما حدث بالانقلاب. ليه؟ لانه الرئيس مسلم، لانه الرئيس مش امريكاني، الرئيس جاي من الشعب، فساعتها مش هيطلع صوت قوي يا جماعه اعمل، لا اعمل واحنا مغمضين. دي الحكايه اللي بحكيها لك من قبل كيري ومن قبل ترامب ومن قبل وودورد. ما هيش محتاجه فقاقه ولا محتاجه دليل، بس الدليل حلو ان يجي في السياق عشان تعرف القصه ماشيه ازاي. تعرف فتح السيسي القاتل السخيف الوسخ، يعني اي حاجه، يعني الادب. تعرف فتح السيسي في نظر مين؟ في نظر داعمي وصانعي. انت بتاع ببندقيه، يعني لا انت هتعمل دوله ولا هتعمل نيله ولا هتبني حاجه، والكلام ده قلناه ما صدقهوش. طلع ابراهيم عيسى منشر له فيديو من كام يوم وهو بيقول لك مفيش حاجه هتمشي كده والجنرالات والدوله اتقزمت. يا حبيب ماما، ما احنا قلنا الكلام ده يا ابني، قلناه عشرات المرات، مئات الاف المرات، كنت في غيه، كنت فاهم ان المساله يا اخوان، فالمساله مش اخوان، المساله وطن يتم اختطافه، اوطان يتم اختطافها. وبالتالي انت امام الشبكه دي، النتورك دي، العصابه دي. ترامب بيقول عليه ده كذا، التاني بيقول لك كانوا عاوزين يقتلوه، خوفنا عليه من القتل، بس ما تحركناش بصراحه، يعني هو لو مات يعني هنزعل نقرب عن قلقنا يعني في الغالب. ليه؟ لانه الثوره اتخطفت واتخذت من مخاونه بيسموا نفسهم ليبرال وهم مش ليبراليين ولا حاجه، وعملاء بلطجيه بيشتغلوا، والعملاء الكبار اللي شغالين تبع الخليج، لدرجه ان الامارات كان لديها قائمه باسماء الجنرالات التي اوصلت اليها الفلوس اللي اندفعت عشان يقبلوا بفكره الانقلاب على الرئيس. مش كلامي انا، ده الكلام اللي نزل في ذا نيويوركر وعرضته على حضرتك من زمان، وممكن الشباب يعني يجيبوه في المقال اللي احنا نزلناه. وقال لك ان اللي كان بيوزع الفلوس بنفسه عبده ومحمد دحلان وحاكم ابو ظبي، كان بينزل يقابلهم. تخيل انت ان جنرالات بلدك عناوينهم، تليفوناتهم، ايميلاتهم، سكنهم، معيشتهم، معلوماتهم كلها، بعيالهم، بنسوانهم، بغرامياتهم، بحرامياتهم، كلها عند ابو ظبي. تصور انت. وبعدين يقول لك الوطنيه والاخلاص، يا اخي والله انت بعيد عن كل هذا بملايين سنه ضوئيه، ولن يصدقك احد.